أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. في هذه الفقرة حتكون لنا وقفة مع فيلم اجتماعي قصير يحكي العلاقة بين ثلاث أطراف، الوالدين والأطفال والخادمة، تحت عنوان الدادة. نتابع. سبت الموضوع شويه يهدى. كمان هي زودتها يا طلال، يعني امس ما سابت ولا صحن الا وكسرته. خلاص انا ما قدرت اسكت لها. والله عصبتي او ما عصبتي، كونك سبتي معاها البنت خطا، هذا خطا. يعني طلال انت شايف كيف الوضع، انا حسيت بامتثال. انت عارف كيف، ما حلقى ولا احد انتبه لها وانا في وقت شغلي. انا ما راح تنبسط للدكتور. اكيد عشان من ابوها. طيب مشاهدينا الكرام، احنا شفنا اجزاء من الفيلم، لكن اكيد الفيلم لو يعني شفناه بشكل كامل حنخرج برسالته، لكن احنا حابين نتكلم عن فيلم دادا ونتكلم عن هذه القضيه اللي ربما في الاونه الاخيره انتشرت، نسمع بالجرائد بوسائل الاعلام المقروءه والمسموعه والمرئيه عن قصص جرائم، قصص مختلفه عن الخادمات والأطفال تحديدا. الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعدني أن أرحب بمخرج هذا الفيلم، فيلم دادا. معنا اليوم الأستاذ نايف الفقيه. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. شكرا خلود، حياك الله وأشكر لكم اهتمامكم وثقتكم في رسالة الفيلم. شكرا لك. شكرا لك. بالعكس، يعني إحنا حابين نتكلم عن هذه الرسالة لأنه ما احنا عارفين ايش وراء الشيء اللي بيحدث، ايش وراء هذه الجرائم. انا طبعا لسه ما شفت الفيلم، لكن انا استشفيت من خادمه، طفل، اهل، شيء توقعت انه المقصود فيه الجرائم اللي بنسمع عنها. لكن خليني اكون مباشره في سؤالي، الفيلم هذا او الفكره حقت الفيلم كانت موجوده عندك مسبقا ولا هي مستوحاه من قصه واقعيه؟ خلينا نقول مثلا على سبيل المثال قصه الطفله الشهيره تالا. هو في الحقيقة أنا تأملات الحالة عندي من زمان. أنا فرد من المجتمع، عايش في المجتمع، شايف الأهالي وشايف تصرفاتهم ناحية الأطفال، شايف السلوك الخاطئ اللي بيصير في التربية، الإهمال اللي ساير. لكن قضية تالا أشعلت الفتيل، هي اللي خلتني أقوم بالمبادرة هذه فورا. يعني أنا بعد الجريمة ما صارت يمكن بثلاثة أسابيع أنتجت الفيلم مباشرة. تمام. نعم. تمام. رغم أنه كان في الفترة هذه كثير من القصص، يعني يمكن بدأت بتالا، مو نعم. بدأت، خلينا نقول اللي كانت أول بشاعة، أول بداية الجرائم البشعة، ويميكت ما هي كثير، بس يعني ما احنا متعودين على ذا الشيء. صحيح. فيمكن كانت بداية الجرائم البشعة من تالا، يمكن ذا الشيء اللي حضرتك تحرك فيك من بدايتها.
قصة يعني تالا بالذات لقت صدى كبير مؤثرة كانت بشكل كبير، انتشرت وسائل الإعلام اهتمت فيها كثير. يمكن وصلتني القضية حقت تالا يمكن بشكل كان أقوى من سابقاتها يعني. طيب فهذا اللي خلاني يمكن أتعاطف مع القضية. طيب تحكيني عن قصة الفيلم القصير، هو مدته تقريبا أنا ما يحضرني حق الفيلم منتجه من فترة، يمكن حوالي 7 دقائق يمكن تقريبا. 7 دقائق. نعم. طيب إيش محتوى هذا الفيلم بشكل سريع؟ الفيلم بيستهدف شريحتين. هذه أول حاجة. نستهدف الأهل الأب والأم، ونستهدف كمان بنفس الوقت اللي هي وزارة الشؤون الاجتماعية، الجهات المختصة المفترض يوفروا دور حضانة للمجتمع، يساعدوهم يكونوا معاهم، لأنه فعلا احنا بنفتقد لدور الحضانة الاحترافي ما في. فهذه الشريحتين اللي كانت عندي في الفيلم. الرسالة حقت الفيلم بكل اختصار الخادمة خادمة والدادة دادة، لذلك أنا بخالف كنت الفيلم بخالف معناه من بتسميته، أنا مسميه فيلم الدادة والخادمة ليست دادة طبعا. هذا اللي احنا بنعتقده، وهذا اللي احنا بنربي أطفالنا عليه، بنقول لهم هذه دادة وقولوا لها دادة، باب الاحترام ما في مشكلة، لكن هي ليست دادة، بنقنع نفسها أنها دادة وهي مؤهلة فقط للعمل المنزلي وليس لتربية الطفل، هي ما عندها أي أكنولج، ما عندها أي منطق، ما عندها أي خلفية أنها تربي الأطفال، وما هي جاية أساسا عشان تربي الأطفال، فإحنا بنضغطها بالطريقة هذه، بنخليها تسوي شيء هي أساسا ما هي فاهمها، ما هي يعني ما هي مدركة، فلذلك أكيد بيصير أخطاء كثيرة. أنا ما أتكلم بس على يعني نطاق الجرائم، بشكل عام الخادمة خادمة والدادة دادة، في فرق بينهم كبير. هذه هي كانت رسالة الفيلم باختصار. طيب يعني أنت بتحكي بتناقش جريمة بالفيلم، بتصور بتتكلم عن جريمة، يعني في إيش محتوى جريمة، خطأ من خادمة، إيه بالضبط؟ نعم، هو بكل اختصار أنا ما حبيت أوري إنه في جريمة، لكن استندت على قضية تالا عشان يكون في صحوة. فين استندت على قضية؟ استندت في قضية تالا إنه يكون في صحوة في الفيلم من نفس الجريمة حق التالة. يعني أنا طرحت القضية وطرحت وسائل بعض مقاطع من وسائل الإعلام كيف اتطرقوا للقضية هذه، لأذكر الناس إنه في جرائم بتصير، وليس الفيلم بحد ذاته ترى بسبب الجريمة، لا. في رسالة ثانية كانت موجودة في الفيلم إنه ننتبه على أطفالنا أكثر من كده وما يكون في ترك مفرط. بتحمل المسؤولية للأهل أكثر ولا لمين؟ المسؤولية الأكبر على عاتق الأهل، مجمعين فيها الأب والأم. طيب إذا كانت الخادمة بتيجي من، خلينا نقول حاجة، يعني أنا يعني يمكن أختلف معك بوجهة نظر. نعم. إنه الدادة دادة ممكن صح كلامك، لكن ممكن الدادة هي اللي بتقتل بالنهاية، يعني حتى لو كان أيا كان، أو هي بدافع، شوف هي الغريزة أو النزعة الإجرامية موجودة، لو كانت دادة، لو كانت ممرضة، لو كانت أيا كانت النزعة الإجرامية موجودة. نعم. فيمكن يعني يمكن هذه هي اللي أنا أختلف مع حضرتك فيه، إنه لو كانت خادمة أو كانت دادة أو ما هي بالنهاية حتقتل. نعم، أرحب باختلافك هذا، طبعا كويس إنك طرحت برضو أثرت النقطة هذه. أنا لم أصنع جريمة في الفيلم، ولم ما كان في جريمة. نعم، ما كان في جريمة. كان في إيه؟ كان في خطأ. خطأ من الخادمة، وخطأ ثاني يعني أنا قصدت أني أثير الجدل فيه وأسيبه مفتوح، وهو الحوار اللي صار بين الأب والأم لما قال لها أنت ليه سايب البنت معاها طالما أنك أنت موبختها أمس أو موبختها اليوم لأنها كسرت صاحب من الصحون. فهي قالت لها طيب، الزوجة بتقول له طيب إيش أسوي أنا في شغلي، يعني إيش أقدر، ما أقدر أسوي أي حاجة وما في عندي أحد يمسكها، لذلك خليتها معها. فبتوضح له وجهة نظرها، فهو كمان عنده وجهة نظر كاب، بيقول لها لكن هنا تجاوزنا الخط الأمني شوية، أنت وبختيها قد تكون حاقدة الآن وبتخلي البنت معاها، مش شرط بتخلي البنت معاها أنها حتسوي لها جريمة. خليت الموضوع ده مفتوح. ما تكون مهتمة فيه. طرحت حلول بالفيلم؟ نعم، طرحت حلول بالفيلم؟ لا، ما في حلول واضحة. هي مو دائما في الأفلام، أنا ما أفضل، ماني من مدرسة أني أطرح الحل وأقول للشخص هذا هو الحل تعال سويه، أترك الموضوع مفتوح قليلا للتأمل. لأنه حتى في الفيلم لو تلاحظي في نهاية الفيلم ما وبخوا الأب والأم، ما وبخوا الخادمة، لأن هي ما اقترفت شيء واضح. هي كل الموضوع أنا حطيت كلوز أب على المكيف، إنها معلية المكيف وما كانت مدفيتها. ما كانت مدفيتها، ما كانت بردتها. فأنت الآن لما تيجي، هو الجزاء من جنس العمل والثواب من جنس العمل، وما جو ما لقوها سوت شيء للطفلة. وأنا بذلك كمان هذه رسالة ثانية. لما كان الطرح في 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 يعني ما أدري هو صح كده ولا غلط، بس لما كان في شفافية وفي جرأة
وعملت وكان عبارة عن جريمة قتل. نعم، أبغى أصنع أمل، أبغى أقول في فرصة، ما أبغى يعني خلاص أكثر الآن الأعمال المعتادة إنه أوري القتل. طب أنا بعيد الجريمة وبعيد القتل، خلاص إحنا عرفنا إنه صار في قتل، مش يمكن لما توري القتل يكون في رادة أكبر وفي سرعة في إيجاد الحلول؟ يهمني الفيلم يكون زي صفارة إنذارنا، يهمني يفضل صفارة إنذار الفيلم. نعم، يفضل منبه ترى أطفالكم أحياء، وهو الفيلم برضو لسه فيه أمل والبنت ما زالت حية. وكمان في نفس الوقت أنا ما أبغى أظهر الخادمة إنها قاتلة. هذه الخادمة ما كانت قاتلة إلا في الفيلم، ما قتلت أبدا ولا عملت شيء، هي مجرد تركها المكيف قد يكون خطأ. هذا هو الرسالة، هدف الفيلم الرسالة أنه في خطأ من الخادمات لا يدركه. أيوة. ما بتنتقم منها، قاعدة في مكيف تبريد، البنت مكشوفة ما مغطاية، لذلك أنا خليت الأب والأم لما يجوا على طول يعملوا أكشن يغطوها. بس لاحظت أنك ركزت على ملامح الخادمة، جبتوا ممثلة في هذا الدور شكلها شوي حاد، مخيف شويه. الخادمه اللي احنا جبناها هذه في الاساس خادمه حقيقيه وجدا بشوشه وجدا طيبه، صنعنا منها شر. نعم، هذا ايوه عشان تقدر تؤدي الاداء هذا صنعناه بتعب كبير حقيقة. صراحه وجهها جدا معبر، ايوه حقيقي. ومع انه هي جدا يعني فعلا فعلا اللي شافها في الفيلم ما قال هذه هي الحقيقيه اللي كانت وراء الكواليس. اوكي، يعني أوكي. ما كانت بالسهوله نطلع منها الملامح هذه. طيب الفيلم ده كان رؤية شخصية ولا كان في ورشات ورش عمل، كان في آراء مجتمعة، كان ايه؟ هو شوفي خلود، دائما دائما الرؤية اكيد بتصدر في البداية من شخص معين يكون حاسس بقضية، بس الرؤية هذه لا تنمو لا تنضج الا بوجود فريق عمل نعم ناجح ومؤمن بالقضية، شارك تمام. القضية تمام. أنا حقيقة برضو يعني أتهز الفرصة هذه، أبغى أشكر الزميل الصديق الحبيب الأخو ثامر فارسي. ثامر فارسي لا. طبعا هو الفاوندر حق وكالة سويتش، وكالة سويتش هذه بيحاول من خلالها أنه يترك بصمة على المجتمع، بصمة التغيير. فالرجل تعاطف مع القضية وساندني كثير، سواء من ناحية المادية سواء من ناحية الذهنية الفكرية. أقدم له كل الشكر، كمان يستحق الشكر. أكيد أكيد، ولكل فريق العمل. شكر لجميع فريق العمل اللي ساعدوني. نعم، لذلك بقول لك الرؤية تنمو مع فريق العمل بولادة هذا نعم. الفيلم. طيب أكيد أنتوا عرضتوا الفيلم. نعم عرضنا. عرضتوا الفيلم، إيش كانت ردود الفعل؟ ردود الفعل بشكل عام في منها اللي أنا أقدر أقول عليه هي وجهات نظر، لكن بالنسبة لي أنا أصنفها سلبي وإيجابي. تمام. أيه، ردود الفعل من الدول العربية الأخرى اللي هي ما هي في مجتمعنا السعودي، الدول العربية الأخرى من غير مسميات، لاحظت إنه لا سلبية، يعني سلبي يعني هي هم كلهم عندهم يعني عندهم توجه تجاهنا إنه إحنا ناس ظلمة مع الخدم، السعوديين أو أهل الخليج ناس ظلمة مع الخدم، لذلك إحنا. طب ليه وجهة نظرك مخدين الفكرة هذه عننا؟ أكيد من اللي بيسمعوا، يعني في النهاية إحنا بنعرف الآن عن بعض عن طريق وسائل الإعلام، هي الوحيدة اللي بتوصل، فبالتالي الجرائد الصحف عملية الظلم، وهذا فعلا حاجة موجودة، عملية الظلم وعملية التعامل السيء بين الخدم هذا موجود، لكن هذا ما يعكس صورة المجتمع ككل. طبعا أيوة. لا أنا ملاحظ أنه كثير في هجوم وتعاطف في الفيلم، كأنه إحنا ظاهرين، هو صار في مفهوم إنه كأنه إحنا بنظهر الخادمة إنها سيئة، وأنا قصدت إني ما أظهر الخادمة إنها سيئة أبداً ولا خليتها تختلف أي شيء، لكن دائماً في هجوم إنه إحنا ظلمة مع الخدم لذلك هم بيذبحوا وبيقتلوا، وهي رسالة الفيلم ليست فقط يعني موجهة للذبح والقتل، هي موجهة إنه ما يصير في ترك مفرط مع الخادمة، هذه خادمة عاملها كويس واعطيها مهامها فقط. تحدثت عن ردود الفعل الخارجيه، ايش بالنسبه لردود الفعل الداخليه؟ ردود الفعل الداخليه ما بين وبين الكثير الكثير، يعني لاحظت انه بيشكر على التنبيه هذا، الكثير بيقول والله انا فعلا عايش التجربه هذه وشفتها، كثير ناس تفاعلوا في المجتمع مع القضيه، يعني هذا يمكن كان يعني زي ما تقولي هذا المختصر اللي انا شفته. إيه. طيب تصنيفك لهذه المشكلة تعتبر ظاهرة، كونك طرحتها فأنت أكيد دارسها. نعم. بوجهة نظرك تعتبر ظاهرة أو هي محدودة؟ إن كانت محدودة، وأتمنى أنه دائما نقول كلمة محدودة، لكنها المشكلة الوحدة منها وهي محدودة تكون عظيمة، وقع عظيم، لأنه نعم وقع عظيم، لأنه الأب والأم نفسهم يعتبروا الشريكين بيتشاركوا في الجريمة هذه، الطفل في النهاية مسير
مو مخير، انت اللي بتحطيه مع هادي بيقعدوا خلاص، بتحطيه مع فلان بيقعدوا خلاص. فاحنا كده بنشارك في هذه الجريمه في اجين في الترك المفرط، في الترك المفرط. هذه هي هنا تصير مشاركه الجريمه لما يصير في مصيبه. والجريمه ليست قتل دائما، الجريمه اشياء كثير غيرها، عمليات كثيره لها علاقه بالنظافه، لها علاقه بالامن والامان، مو بس جريمه. طيب يعني كثير قالوا انه نهايه الفيلم ما هي شافيه. نعم. ايش ردك على هذا الموضوع؟ نهايه الفيلم ما هي شافيه، يمكن سبق وقلت لك انه انا ما خليت النهايه مقفله على حد معين، لذلك شفتي قلت لك انه في اراء منتشره كثير من الدول العربيه والكلام طرح الجدل، الموضوع نفسه طرح الجدل، ما كان في رساله واضحه، لا خليت الخادمه مجرمه ولا خليت، ولذلك قلت لك الجزاء من جنس العمل. هم ما جو شافوا انه الخادمه سوت خطا واضح، وهذا اللي انا كنت قاصده فعلا في الفيلم، ما في خطا واضح. حعاقبها على ايش؟ حعاقبها انها خلت المكيف. استشفيت النهايه استاذي. نعم. انت استشفيت النهايه من الواقع؟ يعني اغلب الناس بيغلطوا الخادمات وبيطنشوا. نعم. نتكلم بصراحه. نعم. يعني كان نهايتك من الواقع استشفيتها؟ اكيد اكيد، واقعنا هو الحقيقه. واقعنا هو الحقيقه، ما حقدر اصنع بالذات في قضيه زي هذه اي خيال او اضع اي خيال، واقعنا هو الحقيقه. بس انا حبيت اطرح الحقيقه هذه من زاويه قلت لك كصفاره انذار وليست للالم والتجريح وكذا. طيب حاجي معك او حروح معك لجزئيه معينه تكلمت انا وانت عليها قبل الهوى. نعم. اللي هي مشاركه الافلام في بعض المهرجانات. نعم. هذا الفيلم بتفكر انه يشارك او هو يعني يعني كيف اوصل لك المصطلح، انه هو ينفع او يرقى لمستوى انه هو يدخل مهرجانات مشاركات عالميه؟ بكل امانه. نعم. الفيلم انتجناه يعتبر في سرعه كبيره، كنت ابغى يواكب سرعه كبيره. يعني قد ايه؟ يعني تقريبا ما اخذ مني بين مونتاج وبين تصوير وبين اخراج الا يمكن 5 ايام 6 ايام. طب هو الفيلم القصير المفروض ياخذ قد ايه؟ يختلف حسب المحتوى حقه، حسب مدته كمان، حسب كمان المضمون والرساله اللي فيه. بشكل عام بشكل عام مفترض الفيلم القصير لا يزيد انتاجه عن 15 يوم. المفترض. بس حسب كمان عمليه الجدوله، التايم مانجمنت اللي بيصير على الفيلم. هل انا عندي جدوله؟ هل عندي اجنده للفيلم من يوم انتاجه الى يوم اخراجه للهواء؟ انا ماشي على اجنده معينه. بعضهم بينتجوا الفيلم وبيخرجوه للهواء، يطلقوه للنور بعد شهر بعد شهرين. الفكره انا عندي اجنده ماشي عليها ولا لا. فانا كنت اجندتي اني فعلا كنت بطلع الفيلم ده بسرعه وحطيت لها جدوله، فلذلك بسرعه خلص منه. ويعتبر من اللو بادجت، يعني من الميزانيات المنخفضه. ف عندما بطمح احط فيلم لمهرجان، طبعا رسالته تهمني جدا، لكن اشوف المنفذ كمان المهم المناسب له. فلذلك انا اخترت اليوتيوب. في اشياء جديده بتحضر لها الان؟ ان شاء الله. اكيد. ايش عندك؟ في عده افلام الان في المطبخ اللي هنا. في المطبخ؟ في المطبخ اللي في راسي. لاحظ انه في مطبخ بالفيلم، مطبخ في راسك. ايوه كثره المطابخ هذه جيده. ايوه عشان كمان نكون رابط مع موضوع الفيلم. بشكل عام ان شاء الله في طرح جديد حيجي قريب باذن الله، بس قاعد اجين استخدم كلمه طبيخ بطبخ له. بشكل عام كمان اشغالي مع الشركات، لان انا برضه بخدم قطاع الشركات، متخصص برضه في الافلام الاجتماعيه. سؤال اخير مهم اني انا يمكن احنا تكلمنا عنه برضه قبل الهوا لكن برضه حذكره مره ثانيه. نعم. ليش الافلام القصيره ما هي ماخده مجدها وحظها زي الافلام الطويله العاديه؟ ليش هي اقل انتشارا واقل حظا من الافلام الطويله؟ انا يعني حجاوبك بشكل ادق. قد يمكن كمان نقطة اهتمام المنتجين، اهتمام المنتجين واهتمام التسويق لها. الآن القنوات الكبيرة، المنتجين الكبار مركزين على نوعية معينة من الأفلام، نوعية معينة تنتج، فذلك بتشوف النور أيضا بشكل كبير. الأفلام القصيرة هي مواهب خاصة بينتجوها بشكل خاص بشكل بسيط، ولقوا فرصة انتشارها طبعا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يمكن السبب الكبير اللي بيخلي الفيلم القصير محدود في انتشاره أو محدود في دخله. تمام. احنا نتمنى لكم كل التوفيق، ولازم طبعا نشوف الفيلم ان شاء الله، لأنه فعلا يعني هذه القضية يمكن حضرتك طرحتها بطريقة ناعمة شوية هادئة شوية، يمكن الواقع بيكون مخيف أكثر، لكن انت طرحته بطريقه امنه اكثر، اخف الخسائر يعني، ممكن تكون انها بردت بس نبغى الامل استمر. لكن احنا الواقع عندنا ممكن يصير ابعد من ذلك لو كان ما في اهتمام بهذا الموضوع. نعم.
شكرا لك استاذ. الله يعطيك العافيه ان شاء الله. شكرا لكم جزيلا وشكرا لطاقم بتاعنا. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام بعد هذه الفقره ما زالت فقرتنا بسيدتي مستمره لكن بعد هذا الفاصل القصير وخليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. في سيدتي بعد الفاصل تعرفي على مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز من جاء فيها.